السلام عليكم. رح نكمل معكم في شرح المسكنات. بدأنا معكم بمجموعة السيليكتيف كوكس 2 انهيبيتر، حكينا عن السيلي سوكسيب وحكينا عن إيتاري سوكسيب. اليوم دوانا الجديد اللي هو البايروكسيكام. البايروكسيكام هو من مجموعة السيليكتيف كوكس 2 انهيبيتر، يعني بيرتبط بكوكس 2 أكثر من كوكس 1، ولكن بيرتبط بنسبة قليلة بكوكس 1. فبالتالي حكينا هاي الأدوية من هاي المجموعة بتأثر على الجي آي، بتأثر على الجهاز الهضمي، فبتعمل جي آي أبسيت. فبالتالي هاي الميديكيشن برضو بتتاخذ بافتر فود او بعد الاكل. هلا يا جماعة، شو الاسماء التجارية للبايروكسيكام؟ في عنا اليونيكام، تمام، اللي جرعة 20 ميلي جرام. في عنا الفيليدين، تمام، برضو جرعته 20 ميلي جرام. الفيليدين يا جماعة بيجي على شكل تابلت حبوب، على شكل سبدوترس اللي هو التحاميل، تمام، وبرضو على شكل جل، وبيجوا كمان على شكل انجكشن حقن، تمام، IM انجكشن اللي هو 20 ميلي جرام في 1 مل. وبرضو يا جماعة عندنا كمان جل هاي للمفاصل، تمام، برضو موجود فيه اللي هو الاكتيف انجريدينت اللي هو الفيليدين. إذا شو الأسماء التجارية للبايروكسيكام؟ عنا يونيكام والفيليدين، تمام؟ عنا الفيليدين بيجي على أكثر من اللي هو فورم، في عنا تابلت حبوب، في عنا انجكشن، وفي عنا تحاميل. هلا يا جماعة، شو اليوزز؟ شو الاستخدام لهذا الميديكيشن؟ حكينا كل مجموعة الأنسيدز بيستخدموا للبين والانفلاميشن، تمام، التهاب والالم، ولكن حكينا هاي المجموعه من سيليكتيف كوكس 2 انهيبيتر لها علاقه بالمسلز. اي التهاب بالمفاصل او العظام هاي الميديكيشن كثير بتستخدم. زي ايش؟ زي الاوستيوارثرايتس. الارثرايتس اللي هو التهابات المفاصل، تمام، وعندنا الريموتويد اللي هو الروماتيزم، تمام. فاي انفلاميشن له علاقه بالالتهابات المفاصل او العظام هذا الميديكيشن يستخدم، او اي الم، تمام، اي الم ممكن نستخدم هاي الميديكيشن لتخفيف الالم، تمام. فعندنا يا جماعه لازم تنتبهوا، كلمه ايتس دائما اي انفلاميشن او التهاب بيختصروه بكلمه ايتس. فعندنا يا جماعه اليوزز، يوز تو ريديوس بين لحتى يخفف الالم. السويلوينج عندنا يا جماعه بالانفلاميشن بصير عندنا انتفاخ، تمام. من علامات الالتهاب كيف تميزوا الالتهاب؟ بيكون في احمرار، في انتفاخ، في وجع، تمام. عندنا هاي الميديكيشن تستخدم حتى تقلل هاي الامور. جوينت ستيفنس اللي هو بصير عندنا اللي هو الصلابه او صلابه في الجوينت بالمفاصل، تمام. وبرضه استخدم، حكينا الارثرايتس اللي هو التهاب بين المفاصل، وحكينا بستخدم ايضا يا جماعه للاوستيوارثرايتس والروماتويد. كيف؟ حكينا باي بلوكينج ايش اللي هو كوكس 2 انزيم. عندنا يا جماعة اللي هو السايد إفكت لهذا الميديكيشن، حكينا هاي المجموعة بتأثر أكثر إشي على الهارت. ليش؟ لأن حكينا أي إشي بيعمل إنهيبيشن أكثر لكوكس 2 فبالتالي بيأثر على الهارت، تمام. احضروا الفيديو يا جماعة اللي هو The difference between selective cox 2 and non-selective cox 1 and cox 2 عشان تعرفوا تميزوا الأعراض الجانبية. لما أحكي لكم هذا الميديكيشن بروح يرتبط أكثر بكوكس 2، تمام؟ فبالتالي بيأثر على الهارت. لما يكون يرتبط أكثر بالكوكس 1 فبالتالي بيأثر على الجي آي، بيعملنا جي آي ألسر، بيعملنا جي آي بليدنج اللي هو قرحات المعدة والنزيف، تمام؟ شو السايد إفكت يا جماعة على البايروكسيكام؟ حكينا أول إشي اللي هو الجي آي سايد إفكت، يعني داريا اللي هو إسهال، كونستيبيشن، أبدومينال بين اللي هو الألم في البطن، تمام. عندنا يا جماعة بصير عندنا vomiting. فهاي أعراض أي شيء يا جماعة لما يحكي لكم جي آي سايد إفكت، يعني أي شيء توقعوه يصير عندنا مشكلة بالجهاز الهضمي، تمام، سواء وجع بالبطن، سواء إسهال أو إمساك أو ألم أو عسر هضم. فهاي الأعراض كلها، تمام، إلها علاقة بالجي آي. هلا بحكي لكم الميديكيشن بيأثر على الهارت، فبالتالي شو بيعمل عندنا، تمام؟ ممكن عندنا يصير عندنا إديمة، تجمع سوائل، تمام؟ ممكن يا جماعة يصير عندنا شست بين
يبلش عندنا أعراض الأنجينا اللي هو الذبحة الصدرية تبلش عندنا، تمام؟ يصير عندنا congestive heart failure اللي هو بداية اللي هو الفشل في عضلة القلب. بيصير عندنا يا جماعة high blood pressure, hypertension، تمام؟ حكينا هاي الميديكيشن كلهم الأنسيدز كلهم بيرفعوا الضغط، تمام؟ ولكن حكينا هدول الميديكيشن بيأثروا أكثر على الهارت، تمام؟ بصير عندنا هارت أتاك، بصير عندنا ام اي اللي هو مايكارديال انفراكشن اللي هو ام اي اللي هي جلطة قلبية، تمام؟ وهاي الميديكيشن يا جماعة بشكل عام سيلكتيف كوكس 2 بيسوي عندنا هيديك ودراوزنس دوخة، تمام؟ وصداع. فبالتالي لازم ننبه المريض إذا كان بسوق سيارة أو بيشتغل إشي بده تركيز لازم نحكي له هاي الميديكيشن بتعمل دوخة وصداع. وبرضو يا جماعة مجموعة الأنسيدز اللي شرحناهم قبل بيسوي عندنا اللي هو ديزنس اللي هو الدوخة، تمام؟ بالنسبة للدوزز يا جماعة بالنسبة للجرعات حكيت لكم إنه لازم تفرقوا بين الدوزز. في عندنا يا جماعة مواقع موثوقة بتطلعوا منهم الجرعات، تمام؟ في مواقع يا جماعة بتكون موثوقة تعرفوا منها الجرعات، تمام؟ زي الميديسكيب، زي الدراجز دوت كوم، في عنا ليكزيكوم، تمام؟ في عنا مواقع موثوقة بتطلعوا منهم الجرعات. بالنسبة للجرعات يا جماعة، تمام؟ في جماعة الجرعة إذا كانت تستخدم للريموتويد أرثرايتس، تمام؟ أو الأوستيو أرثرايتس، تمام؟ 20 ميلي جرام مرة باليوم، تمام؟ أو منقسمها على مرتين باليوم، يعني 20 نقسمها على 2، تمام؟ يعني إيش بنعطيه؟ 10 ميلي جرام، 10 ميلي جرام مرتين باليوم. فلازم يا جماعة ما نتجاوز اللي هو 30 ل 40 ميلي جرام بير داي، يعني الجرعة التراكمية، تمام؟ 30 ل 40 ميلي جرام باليوم. فها هي يا جماعة الجرعة اللي لازم نتجاوزها اللي هي 30 ل 40 ميلي جرام بير داي، تمام؟ فإذا بتعطوه 20 ميلي جرام وانس، أنا صراحة بفضل إنه أعطي 10 مرتين باليوم، تمام؟ اللي هو أفضل حتى إنه نقلل عنا الأعراض الجانبية لهذا الميديكيشن، تمام؟ كيف بتاخد؟ حكينا هذول الميديكيشن بتاخذوا مع الأكل، تمام؟ ليش؟ بعد الأكل أو أثناء الأكل، بس الأفضل بعد الأكل حتى يا جماعة نقلل عنا الجي آي إفكت، تمام؟ بالنسبة يا جماعة للبريجنانسي واللاكتيشن للمرأة المرضعة والحامل، لا يستخدموا هدول الميديكيشن لا للمرأة الحامل ولا المرأة المرضعة، خاصة المرأة الحامل بآخر 3 أشهر third trimester of pregnancy لا يستخدموا، تمام؟ ليش؟ لأنه بسبب عندنا مشاكل للفيتس، تمام؟ ورح أشرح لكم فيديو لحال ليش هذا الميديكيشن اللي هم الأنسيدز، تمام؟ ما بيستخدموا للي هو البريجنانسي. وبس هيك يا جماعة لهذا الميديكيشن، إن شاء الله يا رب إنه يكون سهل ومش صعب عليكم، ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله.